محمد، خريج مدرسة تجارة جامعة الأزهر. طبعاً أنا أصلاً عملي أصلاً في مجال الزراعة، لأني اتولدت عن أب زراعي وجد زراعي ومهنتنا كلها زراعة يعني. وبرضو موضوع شغالين إحنا في زراعة الليمون، وبرضو اتولدت جيت عندنا مزارع ليمون فتعلمت يعني زراعة الليمون. وبعدين لما بدأنا نتعامل مع شركة سيكيم كان في عهد المرحوم الباشمهندس أحمد رشاد والحاج إبراهيم، طبعاً رئيس أكثر من 25 سنة. بدأنا بزراعة البطاطس معهم، وبعدين بعد كده كنا بنزرع برضه خضروات كوسة وخيار وكله أورجانيك يعني، بإشراف الباشمهندس أحمد، وكان مجموعة من المهندسين العاملين في الشركة. وبعد كده دخلنا في موضوع الليمون الورد، الليمون الأورجانيك، وطبعا أكثر من 10-15 سنة في موضوع الليمون. الحمد لله يعني كل التحاليل بتاعتنا بتطلع مطابقة للمواصفات ومفيش أي معوقات. وإحنا طبعا الزراعة الحيوية بتساعد يعني في الحفاظ على صحة الإنسان وعلى الحفاظ على الطبيعة البشرية وعلى الكون، على طبيعته اللي ربنا خلقه عليها. فموضوع الزراعة الحيوية تعتبر يعني اقتصاديا أعلى من الزراعة اللي هي العادية، بحيث لما تحسب التكلفة في النهاية لو حسبت تكلفة علاج الأمراض وما تسببه الزراعة العادية في النهاية نجد إن الزراعة الحيوية للبشرية أفيد كتير يعني. طبعا إحنا بنحضر محاضرات هنا في الجامعة تبع الشركة مع مجموعة من العلماء في جامعة عين شمس وجامعة نابلس، وبنستفيد منهم يعني كتير في موضوع الزراعة الحيوية. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان احنا نكون عندنا حصه زي الشركه، ونكون النيه من جوه سليمه، لان الزراعه الحيويه دي ما هي عباره الا هي ضمير يعني. فالانسان اذا راقب الانسان في عمله احسن عمله هتكون النتيجه ان شاء الله يعني ممتازه، لصالح الشخص نفسه، لصالح الوطن، ولصالح الشعب. وشهاده الشركه يعني والشهادات اللي احنا التحاليل فهي خير دليل على ان احنا يعني الحمد لله بنشتغل يعني بضمير. ونتمنى ان شاء الله يعني يكون حتى الاجيال اللي بعدين يعني تكون تنهج نفس النهج يعني وتسير على الدرب ان شاء الله. وربنا والله الموفق.